اقول الو من نفسي وبعدين احط السماعه. قولها لي كويس. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب برضه نرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ اه ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا احمد بيه، ربنا يقويك. ايوه بس انا وقعت زبون صح وبرشلته في مقدم الاتعاب. بكره يا فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكره من بدري هكون في المحكمة. على السلامة. يا سلام على ابراهيم افندي، جدع بشكل احسن واحد يشكل الزبون ويجيب رزقه. ده ايه بقى الشغل بتاع بكره ده بقى؟ واحنا حبيبتي متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل. اصل خلص بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبة إننا متجوزين بقالنا أسبوع ولسه بنتكسف من بعض. ودايما أولاد العائلات الكبيرة بيبقوا كده. عشان نازل. ده معقول برضه يا حبيبتي؟ اصل انا مستعجل ليه؟ لازم اقابل ابراهيم قبل الجلسه ما تتقفل، ولا يعني اخش اطرح في القضيه ما اعرفش فيها حاجه. هتوحشني يا حبيبي. حبيبي ما تقولهاش بحنيه قوي لحسن نرجع في كلامي واقعد تاني. ها؟ ونتقابل ونروح في شربة ميه. طب ما تتاخرش عليا. لا وده معقول؟ اخر عليك ازاي؟ انا حكمت في القضيه بكلمتين وجاتلي على هنا على طول. هدفع حسابه اللوكام ده ونطلع على بيت والدتي. عشان نقضي بقيه عمرنا في عسل. ان شاء الله. يا حبيبي لما ترجع مش هتلاقيني، لكن هتلاقي شنطتين، هاتهم وحصلهم. انت هتسبقيني على بيت والدتي؟ بصراحة احنا مش هنسكن عند والدتك. نعم. اوعي تكوني عاملة حسابك ان احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. امال هنسكن فين؟ في رصيف نمرة 5 بتاع فريد شوقي؟ من غير هزار من فضلك. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه وركل. حصل. طب لما هو حصل بتطلعي عيله وترجعي في كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك ولعلمك انا لا رجعت بكلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خلوه والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه بس انا كنت عايزه اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا شقه محترمه مفروشه. انت قلتي مفروشه؟ ايوه. يا نهار اسود، انت عارفه مفروشه يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا افوري، انا قد الشقه المفروشه؟ اهدى بس وصلى على النبي. انت لو بعتيني انا والقضايا اللي عندي على باب المحكمه ما اجيبش اجره يومين في شقه مفروشه. قولي بالصلاة على النبي، انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقه فاضيه؟ 180 قرش يعني 190 جنيه 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت اجرتها من واحد 15 مجانين؟ ابدا، ده راجل طيب وعاقل. شقه مفروشه 25 جنيه؟ ده بير السلم بيتاجر اكتر من كده الايام دي. بقول لك صدقني شقه مفروشه لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال انا حاسس انك انت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشقه. أنا حصل مني حاجة يوم الشبكة يا حبيبي. أيوة مش عاد تقولي شبكة إيه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم؟ حاجة رمزية نجيبها ولما جينا للجدل وإحنا للسايخ رحت هبد
عليك ب 500 جنيه. اخت عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ يا ولد انا عمري كله فداك، بس انت عارفه تجيب غطاء. انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا بعت عربيه ابويا الله يرحمه. اي نعم كانت من غير دركسيون وملهاش عجل ولا كاوتش، انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تيجي لك قضايا كتير وتختني، ومن حسن حظك الناس زمامها باظت والبلاوي كده، يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي، خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتتاخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضيه اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود، القضيه مش هتكمل فطار؟ فطار مين؟ القضيه هتروح. بتعملي ايه؟ جاية أودعك. انت بتعملي بالهدوم دي ما يصحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسة ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس يشوفوك بالطريقة دي بقى. حاجه ده كلام ما تصحش كده، ايه تطلعي فوق؟ طب اقول ايه؟ بعدين بعدين يلا يلا يا اخ. يلا يا سعاد البيت يا سيدي، بتبص على انت وهو. يلا يلا يا سيدي. بعدين ده ايه؟ ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم. نعم ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي؟ انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا تقول لها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس دوس يا سعاده الباشا، الراجل زمانه شرقوه في المحكمه. تخلص القضيه يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق، ويا كذا ليكي في وشي تاني. يا سيدي خلاص، يلا يا عم، يلا يا سيدي. الشافي الفيوم ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي، لا يا عبد الشافي يا فيومي، مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خسارة. أعوذ بالله، أول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا إبراهيم أفندي؟ طمن يا معلم، جاي بإذن الله، جاي بإذن الله. الواد أخويا هيروح عوانته يا إبراهيم أفندي. يا معلم تماسك الله، دي لعبتي أنا بقى. الحمد لله الأستاذ وصل. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه، القضيه هتبتدي. ابتدي مين يا معلم؟ انت ما انتش جانب المحامي بتاعك ولا ايه؟ انا الاستاذ احمد نافع الابوري المحامي، ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده البيت. شوف اما اقول لك، لحد النهارده بعون الله ما فيش قضيه تبتدي وانا مش موجود، ما تفهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده البيت. ما فيش حكم يطلع من المحكمه مش على مزاجي، الله ما تفهمه يا ابراهيم. يا بيه احنا ما قلناش حاجه، بس اصل يعني ما فيش يعني. وكني في قضيه يبقى تنام وتحط فضلك تقضيها صيف. فهمه يا ابراهيم. فهمته يا سعاده البيت. ايه والبي زعل ولا ايه؟ صار خد على خاطره منك شويه، من تلكيت وعجنت معاه ليه كده يا اخي؟ على فكره عاوز اقول لك حاجه. ايه؟ اصل سعاده البيت احمد ايه؟ فلته من فلتات الطبيعه، لكن ممكن كل حاجه تمشي لو زودت شويه في مقدم الاتعاب. من اجل كل هذا يا حضرات القضاه، ومن اجل ما قدمته لهيئه المحكمه من ادله، وطالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم. طالب بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم الذي اعتقد انه طالما يعمل غزارا انما يستطيع ان يذبح البشر كما يذبح البهائم. اشكر هيئه المحكمه. ابراهيم القضيه عن ايه؟ الدفاع يا ابراهيم. القضيه عن ايه؟ تفضل يا استاذ. احمد نافع الابوري حاضر على المتهم يا فندم. اتفضل يا استاذ. المتهم اللي لابس ازرق. حضرات القضاء، حضرات المستشارين، السيد المتهم، الساده الحاضرين، السيد ابراهيم الوكيل بتاعي. اللهم صل على النبي، الاستاذ لاجل بختك مركز قوي النهارده. ايوه يا استاذ.
ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال أو لم يقال. الأستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الأستاذ ده فصيح فصاحة. ثم دعوني أتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 وألف كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها، فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة. ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ. أدخل فينا يا فندم؟ ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله حصل يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن المقدمة الإيضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني؟ ما فيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا أخي الله يخيبك، ده أنا بوسع على 7 أضرار يا أخي. الله، ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده تعمل كده برضه يا مفتري؟ رجل القضيه لجلسه باكر لسماع شهود الاثبات. والله يستحسن برضه يا فندم. السلالم دي كلها يا خرابي، ده انا على ما اوصل فوق يكون الواحد اتهد حيله واتقطع نفسه زي ما حضرتك التليفونات مقطوعه. يا مساعد مش كده؟ إيه؟ هي فعلا السلالم بتاعتنا عاليه شويه. هي عاليه بقى يا ست هانم. معلش اتفضل اقعد استريح.
اقعد اقعد فين؟ ايوه صحيح، احنا ما عندناش كراسي، اصلنا مأجرين الشقه مفروشه من اول النهارده. ايه مفروشه؟ وهو فين فين الفرش ده؟ يا صاحب البيت هجيب شويه حاجات واحنا هنجيب الباقي. تحب اجيب لك كوبايه ميه تستقبل لي بيها؟ ربنا يسترك، ربنا يستر عرضك. هاتي لي شبشب. حاضر. شبشب. بس يا خساره مفيش كوبايات. لكن اسمع، ممكن تغسل ايديك كويس وتشرب بيها من الحنفيه على طول.